السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين. ده فيديو لشقة لقطة للبيع في الطوابق شارع كعبيش الرئيس الجيزة فيصل. الشقة متشطبة ألترا لوكس، وانتوا هتشوفوا في الصور، يعني كمان الفيديو للآخر عشان هتشوفوا في الصور. الشقة حوالي 200 متر، 4 أوض مقفولين، ريسبشن 3 قطع، 2 حمام، مطبخ. الشقة كلها على الشارع، البرج واخد ناصية كبيرة، مفيش أي مصالحات ولا مخالفات. يوجد عدد عداد كهرباء وغاز طبيعي، الدور العاشر وليس الأخير، وفي أسانسير ويوجد بواب. هي قريبة من كل الخدمات، مريوطية وفيصل الرئيسي وقريبة من الدائري. طبعا التواصل على 0121-73-232، وكملوا الفيديو عشان تتفرجوا على صور الشقة. الشقة رقم 2 هي للبيع، شارع 14 متفرع من 20 فيصل، 160 متر صافي، 140 متر مساحة الشقة، 3 غرف وريسبشن، منهم غرفتين مفتوحين على بعض بحمام داخلي، تشطيب الترا سوبر لوكس، اطقم حمامات بالكامل، ديور رافيت. الشقة بالكامل فيها جبسن بورد وديكورات، حتى الحمامات. الشقة بالكامل فيها اضاءات مخفية. الشقة كلها ألوميتال، زجاج دوبل كاتم للصوت، مش محتاجة جنيه، وربنا يبارك لصاحب النصيب. تسلسل ملكية المالك، أول صحة توقيع بالمحكمة، مدفوع تصالح. الدور 12 وفوقيه دور وروف و2 أسانسير، وطبعا السعر قابل للتفاوض. 9011-26-63-29-20. للسلام 011-2-6-6-3-2-9-2-0، وكملوا الفيديو عشان تتفرجوا على صور الشقة. الشقة دي للبيع في شارع 20 فيصل. We'll be right back.
للبيع موقع فوق الممتاز 175 متر، 3 دقايق مشي من الهرم الرئيسي، متفرع من شارع سقارة النيجر وينج، أمام مستشفى الهرم، شارع مسجد العقاد، تقسيم محمد علي الجديد، متفرع من شارع سقارة أمام مستشفى الهرم، الدور السادس بحري، 3 أوض وريسبشن ومطبخ و2 حمام، غرفة وريسبشن على الشارع، 2 بلكونة، قبلة المرافق، عداد كهرباء، كارت غاز مية، دور سادس بحري، مدخل البرج شيك جدا، أسانسير ويوجد جراج. صحة توقيع وتم التصالح، البرج 13 دور، الدور على 3 شقق، مكان هادي وراقي. من المميزات المنطقة خلف الشقة ناحية المريوطية، تم عمل كورنيش جديد، حاجة روعة، وإضاءة تمشي أنت والعيلة، مكان جميل، وفي حصة في الأرض كله على الشارع إلا غرفة النوم هي اللي على منور. سنة الإنشاء العقار من 2014. للتواصل على الرقم 011-266-32920. وكملوا الفيديو عشان في صور للشقة، والشقة تعجبكم إن شاء الله، والسعر وكل التفاصيل هتلاقوها، هتتصلوا على الرقم اللي أنا قلتلكوا عليه، وهو هيقولكوا على كل على السعر يعني وكده. الشقة دي للبيع. كملوا الفيديو عشان تتفرجوا على صور الشقة.